روى الطبراني بإسناده كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. الراوي هنا كما صرحت به بعض الروايات هو عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، أنه كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. التنصيص على هذا قد يستفاد منه أن الشر لا ينعدم، وهذا المنافق المذكور أبهم هنا وجاء بيانه في إحدى الروايات بأنه عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين كما تعلمون. وقوله يؤذي المؤمنين وأذية هذا المنافق للمؤمنين تكون بالقول، ولذا ذكر عز وجل من صور أذية هؤلاء المنافقين أنهم كانوا يتناجون بالإثم والعدوان بحضور صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال بعضهم القائل كما جاء في بعض الروايات هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما يستغاث بالله هذه جملة تفيد الحصر، لأن إنما من أدوات الحصر، فتكون هذه الجملة مؤكدة للجملة الماضية لا يستغاث بي، ثم أكد بأن الاستغاثة لا تكون إلا بالله عز وجل. ثم إن من فوائد هذه الجملة الأخيرة أنه عليه الصلاة والسلام لما سد بابا وهو عدم الاستغاثة به فتح الباب الآخر وهو الاستغاثة بالله عز وجل، فإذا سد باب فتح باب آخر. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما يستغاث بالله لم يقل استغيث بالله، وإنما قال يستغاث بالله، فدل على أن هذا الحكم شامل لجميع الخلائق وليس محصورا في هؤلاء الذين أتوه عليه الصلاة والسلام، ولذا قال إنما يستغاث بالله معمما. هذا الحديث اختلف العلماء في ثبوته، فقال بعضهم إنه ثابت